مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. على الخرائط الجوية لهذا المساء بنلاحظ أن هناك كتلة هوائية باردة تؤثر على شمال المملكة وتمتد تدريجيا إلى المناطق الشمال الوسطى وأيضا بعض المناطق الغربية وبعض المناطق الجنوبية تدريجيا. إذا اعتبارا يوم السبت في هناك انخفاض واضح وتدريجي على درجات الحرارة، لتكون درجات الحرارة تقريبا في معظم أجزاء المملكة يوم السبت والأحد أقل من معدلاتها بشكل واضح، وهذه الكتلة الباردة تتحرك تدريجيا باتجاه الشرق. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء ما بين صافية إلى غائمة جزئيا، أيضا بتكون لطيفة في بداية الليل، لكن بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر تصبح الأجواء باردة نسبيا، الصغرى بحدود 14 درجة مئوي والملموسي بحدود 12 درجة مئوي. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد السبت بتكون الأجواء تقريبا مغبرة ويتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح، العظمى في الرياض بحدود 21 درجة مئوي، أيضا الأجواء مغبرة بالليل وباردة نسبيا، الصغرى بحدود 8 درجات مئوي. أيضا أيام الأحد والاثنين أجواء تقريبا مشمسة إلى لطيفة، وأيضا درجات الحرارة 21 يوم الأحد العظمى، لكن الصغرى بتكون باردة نسبيا الأجواء بالليل وتسجل الصغرى 9 درجات مئوية. أيضا يوم الاثنين أجواء مشمسة بالنهار أيضا لطيفة، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 22 درجة مئوية، لكن الأجواء صافية وتميل إلى البرودة خاصة في ساعات الصباح الباكر، والصغرى المتوقعة 10 درجات مئوية. أحوال جوية المتوقعة في الأماكن المختلفة من المملكة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة وكذلك الصغرى. في سكاكا أجواء مشمسة، الحرارة العظمى 18 والصغرى 6، في عرعر أجواء غائمة جزئيا، العظمى 17 والصغرى 6، في تبوك الأجواء تقريبا باردة نسبيا ولكنها باردة بالليل، العظمى 19 والصغرى 2 درجة مئوي. المناطق الغربية من المملكة، في المدينة المنورة ومكة والطائف أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، لكنها في جدة مغبرة أحيانا، العظمى في جدة 30 والصغرى 21، في المدينة المنورة 23 إلى 12، وفي مكة المكرمة 31 العظمى والصغرى 20، في الطائف العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا، لكن هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر. في منطقة جازان الباحة الأجواء باردة نسبيا في النهار وباردة بالليل، العظمى 15 والصغرى 8، في أبها العظمى 20 والصغرى 10 درجات، جازان العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الشرقية تقريبا الأجواء مغبرة وأيضا غائمة جزئيا، ودرجات الحرارة تقريبا في العشرينات، بتكون بداية العشرينات، في الدمام العظمى 21 وفي الصغرى بتكون الأجواء أثناء الليل باردة، الصغرى 11 درجة مئوي. أيضا حفر الباطن الأجواء بحدود درجة الحرارة 19 العظمى، لكن أثناء الليل الأجواء باردة والصغرى 7 درجات، في الإحساء 22 إلى 10 مع أجواء مغبرة. الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الجنوب الوسطى وأيضا منطقة الرياض أجواء مغبرة ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها، في حائل أجواء باردة نسبيا في النهار وباردة بالليل، العظمى 13 والصغرى 4، في بريدة أيضا باردة نسبيا في النهار وباردة بالليل، العظمى 17 والصغرى 5، الرياض أجواء مغبرة أيضا والعظمى 21
والأجواء باردة بالليل والصغرى 8 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.